اعوذ بالله الشيطان سول لك. الله المستعان. وسجلت يعني نفسي في جامعه. نعم. ودرست يعني سنتين. سنتين. سنتين الحمد لله وتخرجت وانا قسيس. الله المستعان. الحمد لله. و قد اعطوني العمل في مومباسا. واعطوك كنيسه. ايوه كنيسه. في مومباسا. في مومباسا وكنت يعني رئيس الكنيسه. رئيس يعني الكنيسه. القسيس كبير في الكنيسه. نعم. وكان كان معي. انت القسيس الكبير في الكنيسه. انا يعني رئيس القسيس. رئيس الكنيسه. في الكنيسه. نعم. لكن يوجد صاحب اخر يعني قسيس اخر لكن صغير. اصغر منك. تحتي. تمام. اذا يعني اذا كنت يعني غائبا. نعم. هو نعم. ايوه نائب لك. ايوه نائب. نعم. الحمد لله يعني قد عملت. نعم. الحمد لله فعلت هذا سنه واحد. نعم سنه واحده كنت في الكنيسه. في الكنيسه. نعم. وانا يعني ادرسهم كيفيه المسيحيه يعني على عيسى. عيسى ابن الله وعيسى هو الله تعالى. الله عما يقول كثير يعني كبير من الشركيات. الله المستعان. ويوما من الايام خرجت من الكنيسه الى المدينه مومباسا. نعم. لانني درست يعني درست شيئا اخر والذي افعل الان على اعمل الان شيئا اخر. سبحان الله. الذي درست في الجامعه شيئا اخر والذي يعني والتطبيق العملي في الكنيسه سبحان الله. لا 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 اسمع. في فلسطين. في فلسطين درست شيئا اخر. نعم. اوكي. نعم. شيئا حكوميه وهكذا. نعم دراسه عاديه. أي دراسه. ايوه. نعم. لكن الان اوكي درست يعني شيئا في الجامعه كنيسه. نعم. والان انا في كنيسه. نعم. لكن ما وجدت يعني سكينه القلب. سبحان الله. ما وجدت. ومنذ يعني صغار السن. منذ نعم عندما كنت صغيرا. صغير. نعم. ما كنت احب كنيسه. سبحان الله. والله بالله ما كنت احب كنيسه. سبحان الله. وامي كانت يعني تجهزني. تجهزني. نعم. اللغة العربية. تمام تمام ما مشكلة. نعم. تجهزني صباحا يعني نذهب إلى كنيسة. نعم. إذا خرجتني أو أخرجتني إيه؟ يعني أولا. نعم. قبل أن تخرجين. نعم. والله ما 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 ما, 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 ما أذهب إلى الكنيسة. سبحان الله. يعني أذهب شويا و مكان آخر وتفر. نلعب يعني كرة القدم وهكذا وهكذا. نعم. بعدما رجعت يعني في المساء تغضب يعني عليك. لما 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 لا ت... ما نعم. كنت أحب كنيسة. نعم. والحمد لله حتى بعدما درست الجامعة لمسائل الكنيسة. نعم. ما كنت أحب ها هنا لا يوجد في قلب. لا لا يوجد. نعم. إذن كنت أحس يعني في يعني فجوة يعني فراغ. فجوة. نعم. فراغ. إذا ما وجدت شيئا أن أملأ هذا الفراغ. هذا الفراغ. نعم. إذا سنة 2050 وخمسة وخمسة. نعم. 2005. نعم. 2005 يعني وجدت يعني المسلمين يعني يناقشون بعضهم بعضهم ومسيحيين في مومباسا. نعم. و يعني جربت سمعت لما تقولون عيسى ليس ابن الله ولما تقولون ليس يعني عيسى ليس الله. نعم. بنفسه. نعم. لا تعلمون لا تعرفون يعني ببليا على الكتاب المقدس لا تعلمون خالي يعني ادرسكم. نعم. أريد أن أدرسكم كيفية هذه المسائل على يعني عيسى بنفسه هو الله وهو ابن الله وهو كل شيء. نعم. والله كنت أدري يعني كنت أتمنى أدرسهم لكن بالعكس. ها هم درسوا. درسوني. نعم. أنت أردت دعوتهم نسأل الله أيوة. السلامة أيوة. إلى الضلال. أيوة. وهم كانوا سببا في هدايتك. الحمد لله. الحمد لله. فعلت هذا تقريبا 3 أسابيع. نعم. ويعني أسبوع الرابع. نعم. قبل يعني انتهاء الشهر. نعم. يعني وجدت ثقة في قلبي على الإسلام هو الطريق هو الدين الحق هو دين الحق. نعم. الحمد لله. لكن
في يعني بنفس هذا الأسبوع ما يعني ما 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 ألقيت يعني الخطبة في الكنيسة. هذا الأسبوع توقفت. إيه؟ يعني هذا بداية الطريق. يعني. أيوة أيوة. نعم. ما أنا المسلم ولا مسيح. نعم. خرجت يعني من المسيح. خرجت من المسيحية. أيوة. وما دخلت إلى إذن أنا في أوسط. نعم. الحمد لله كنت يعني هكذا في أسبوع واحد. نعم هذا الأسبوع الرابع. هو أسبوع رابع. نعم. ما 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 فعلت شيء في الكنيسة. والنائب فعل شيء الحمد لله. ثم يوم الاثنين. نعم. يعني أسبوع الخامس. الخامس. يوم الاثنين يعني ذهبت إلى المدينة في هذا المكان المسلمون يناقشون. نعم. وقلت لهم إن شاء الله يعني أريد الآن أريد أن أكون مسلم. ما شاء الله. بنفسي. نعم. لكن يعني شهر كامل. كنا يعني في مناقشات. في مناقشات. نعم. والحمد لله قالوا لي يعني هذا 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 والحمد لله وجدت الحق. شرح الله صدرك. أيوة. الحمد لله. كنت يعني كنت أدري لأن المسلم إذا لبس هذا في جنان جن يعني يحمل جن. إذا لبس الثوب. إيه ثوب. كأنه يعني في جن في يعني في جوية جن. ها كنت يعني تظن هذا. أي نعم. أظن هكذا و you know يعني اللباس لباس النساء. نعم تعرف يعني العباية والجلباب. أيوة نعم. يعني قالوا لنا في الـ في الـ في الـ في الجامعة. نعم. الجامعة المسيحية. جامعة المسيحية. وقالوا إذا رأيت امرأة لبست مثل هذا. نعم الحجاب الكامل. أيوة. نعم. هي شيطان وكبير من الشياطين. الله المستعان. أكبر من. الله المستعان. إذن لا تقرب لا تقربها. لا تقرب. لا تقربها. وكذلك يعني الرجال لبسوا هكذا. لبس الثياب لا تقربهم. لا تقربهم. جن. جن. نعم. والحمد لله يعني كنت أفهم هكذا. وبعدما يعني بعدما. كما كان كفار مكة صنعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. الكفر ملتهم واحد. نعم. سبحان الله. لكن الحمد لله المسلمون يعني وضحوا المسائل الإسلامية الحمد لله وفهمت جدا جيد. نعم. جدا ما شاء الله. الحمد لله يعني جيت لهم وقلت لهم أريد أن أكون مسلم. وهذا الشيخ يسمى الشيخ عبد الله شيخ. نعم. حتى الآن قال لي لا نريد أحد في الإسلام. الإسلام الآن الحمد لله نحن يعني مفيد نريد لا نريد أحد. وقل له أريد أن أكون مسلم. يعني كان يظن أن يعني ألعب معه. ها تلعب أنت. أستهزي. تستهزي بالمسلمين. أستهزي إيه. نعم. ثم قال لي إن شاء الله إن كنت تريد أن تكون مسلم إعطى $100. تدفع $100. $100. نعم. وحينئذ كان عندي 47,000 يعني شيلينغ تقريبا يعني 140 يعني $400. $400 يعني في كان عندي في جيبك. يعني في جيبي. نعم. وهذه هذا المال الكنيسة. ها مال الكنيسة. مال الكنيسة. نعم. كان يعني أن أدفع في البنك. نعم. لكن ما فعلت هذا يعني كما يومين ثلاثة أيام من قبل. نعم. إذن اليوم قال لي ادفع $100. نعم. وذهبت الى جيبي و يو نو $101 كان كنت اريد ان اعطيه. نعم. لا 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 يوجد شيء. لا. اذا كنت تريد ان تكون مسلم ادخل يعني الاسلام يعني لكل شخص. نعم. بس كان هو يريد يتاكد منك. ايوه هكذا. نعم. قلت يعني ان اعطيك لا 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 كنت استهزئ. يعني ضعت يعني المالي في مكانها. نعم الحمد لله. الحمد لله دخلت إلى الإسلام. دخلت في الإسلام و you know لقيتني يعني الشهادة كلمة التوحيد. ما شاء الله. لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله. ودخلت في الإسلام.